السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان تقولنا أنا جاتني الخبار اليوم، سمعت بلي توفات وما صدقت أنني سولت على هذه السيمانة هذه، دارت لاباس كانت بخير ولكن في ربي تعالى صافي آخر أجل ديالها مع الإنسان ما غادي يقول. أنا كنت واجد تردد الشهر دابا باش تدار الجنازة ديالتها، الله يرحمها وجد ليها الرحمة وجدها من أهل الجنة، لأن آخر شوفة شفتها في كلينيك السلام مسكينة كتهضر غير بالله تعالى وبالقدرة الإلهية ومقتنعة بالمرض داكشي اللي عندها، وكانت واحد الإنسانة كيخرج من كلام الله من الفم ديال الله يرحمها، الله يجد ليها الرحمة، إن لله وإنا إليه راجعون. أو هي دابا هي قالتها لي، قالت كلوها، كانت شي توكال عندها مسكينة، ولكن قالت أنا ما ندعمش، قالت ربي لا ياخذ فيهم الحق، قالت كان هذاك العذاب اللي تعذبت بغيتهم هما ما يتعذبوش، هذو اللي وكلوها كتقولها هي مسكينه. شوف واحد الكلام كان كيخرج منها في الاخر ديالها يعني مفاجئ، يعني كتذكر الله كتذكر غير الحاجه الزوينه وما بغات اذي حد، انسانه طيبه بزاف وحابه الله، ديك السيدونه كنعرفها مزيان. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.